السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأحبة من أرض معرض بغداد الدولي. وفي هذه اللحظة وبهذا الصباح اليوم افتتح مهرجان الطفل العراقي الدولي بنسخته الثانية على التوالي. أكيد نتمنى لهم كل التوفيق، يعملون جاهدا للحفاظ على الطفل العراقي أخلاقيا وثقافيا وتنمية مهارات. نشوف هنا مختلف البوثات وأيضا مشاركة دولية من البحرين، من الإمارات، من سوريا ومن فلسطين. راح نتعرف على هذه الأجزاء وكل تفاصيلها أكيد، وكل بوث شنو يحتوي وشنو يقدم خدمة للطفل العراقي. أكيد بالتعاون أساسي من قناة شهاب الفضائية اللي تسعى دائما لتنوير الطفل العراقي بإعداد جيل ثقافي أخلاقي مهذب. راح نبدي، وخير من يبتدي وياهم أكيد، من هيئة الحشد الشعبي القسم النسوي الخاص بالثقافة، مشارك اليوم في المركز معانا الست تبارك. السلام عليكم. السلام عليكم، حياكم الله، اهلا وسهلا. اكيد اول شيء نبارك لكم ان شاء الله مقبلين على عيد الاضحى المبارك، كل عام وانتم بألف وانتم بخير يا رب، وايامكم سعيده واضحى مبارك على الجميع. نتكلم عن المشاركه في المهرجان، انا ذكرت بانه انتم القسم النسوي الثقافي الخاص من هيئه مديرية الإعلام الحشد الشعبي. أكيد خلينا نتكلم عن التفاصيل المشاركة. هدف القسم النسوي الثقافي لمديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي هي تمكين المرأة والطفل، تسعى إلى ترسيخ الهوية العقائدية لدى الأطفال، معرفة الأطفال بالشهداء والقادة، ترسيخ بجوانب عدة منها الفعاليات اليومية والفقرات أسئلة وأجوبة، منها الهدف على الأساسي لضرب العدو، فقرات للشهداء، التعهد مع القادة الشهداء، وهواي جوانب من هالممكن على مدار باقي الأيام، حتى ندوات تخص جانب تنمية الطفل وجانب تنمية المرأة. نتكلم عن اليوم الأول إن شاء الله، خلينا نتكلم عن الكيفيه. قلتي ترسيخ فكره الشهداء والشهاده وهذه التضحيات ودماء الشهداء، القائد ابو مهدي المهندس والقائد قاسم سليماني. اكيد انا شفت رسوم، شفت بوستات، شفت خاصه بالوث مالتكم، كيفيه ترسيخ هذه الفكره عند اطفالنا؟ احنا عندنا هذا الجيل اللي من الممكن نريد نعده اعداد صحيح، مواجهه كل الغزوات الثقافيه اللي جايه تحيط بالعالم، منها يعني ترسيخ على اكثر شيء قاعده الاطفال. هذا الجيل اللي من الممكن يتعب اكثر من احنا هذا جيلنا، القاده الشهداء والشهداء اللي راحوا والفتره العصيه اللي مرينا بها بتلك الحقبه، هي من الممكن درس لازم يتعلم الباقي الاجيال ويوصل الى تاريخ حقيقي، لانه ما من الممكن اليوم شاهدنا ما مرت اعوام قليله وتحرف بعض التاريخ وتحرفت بعض الاقوال وبعض المشاركات، لكن هو هذا اليوم علينا احنا كمن الممكن كجانب امهات وجانب اخوات، السعي والمواصله هو من ذاتي هذا الشيء في سبيل طموح نوصل الى اعداد جيل مهدوي، جيل من القاده، جيل يوصل هذه الرساله اللي تركها الحاج ابو مهدي والحاج قاسم سليمان. سنت ان شاء الله مباركه جهودكم. نتكلم عن فقره الاسئله، شفت عندكم اسئله وجوائز. نعم. شنو الجوائز راح تقدمون؟ احنا الاسئله من الممكن نعدها بالجانب انه نختار بعض الاطفال بالاعمار، عندنا كالاسئله يعني مقسمه عن الاعمار، بوجود انه من الممكن هدايا رسم، هدايا من ذات طابع انه تترك لدى الطفل، مع ادخال وجود انه الشهداء وبذرتهم. موقعكم الخاص في اكو على التواصل الاجتماعي ممكن نعرفه حتى الناس ايضا تدخل على الصفحة. نعم، القسم الثقافي النسوي لمديريه الاعلام ثابته. شكرا جزيلا ست تبارك، موفقين. شكرا لك حبيبتي، شكرا جزيلا. اكيد مستمرين، عندنا بوث اخر تقريبا يعني هو يكون فرع كامل لمركز الحوره. اهلا ست فاطمه، شلونك؟
كل عام وانتم بخير، ايام مقبله ان شاء الله. الله يسلمكم ويحفظكم ان شاء الله الخير للجميع بحق محمد وعلي محمد. فاطمه انت معنيه بمركز الحوراء الخاص للطفل، خلينا نعرف تفاصيل مركز الحوراء من حضرتك. ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا احنا اليوم متواجدين بخصوص معرض الطفل العراقي الدولي الثاني مندرجين تحت مركز الحوراء التابع لمديرية التربية والتعليم التابعة لهيئة الحشد الشعبي. حقيقة المركز مو معني فقط بالطفل، احنا مركز يعني نسوي معني بعوائل الشهداء، نساء الشهداء والجرحى، ابناء الشهداء والجرحى، وايضا امة الحشد. يعني احنا عندنا اقسام عدة بهذا المركز، منها أقسام قسم المؤتمرات والندوات، منها قسم الإصدارات الفكرية، منها قسم التنمية الأسرية، أيضا روابط عندنا بالجامعات والكليات التابعة للمركز هذه الروابط. لكن اليوم احنا مشاركتنا مشاركة كانت بكل يعني أقسام هذا المركز في معرض الطفل. يعني احنا عندنا هدف نريد نوصله في هذا المركز بالإضافة إلى تنمية إبداع الطفل بالأساس. ويعني احنا اليوم بعد هاي السنوات شلون كيفية التنمية؟ احنا كتنمية احنا بالمركز عندنا دورات فعالة على طول السنة ويا الأطفال ويا أمهات الأطفال. يعني أول شيء احنا ندعو إلى الابتعاد عن تعنيف الأطفال، يعني هذا يعني من أساس أنه ينشأ عندك طفل صحيح، يعني مثلا واعي، يعني ما مشوه. عنف الأطفال هذا أكثر شيء إحنا يعني نريد نوصله للأهالي للأمهات في هذا الوقت. إضافة إلى ذلك إحنا نقيم لهم دورات تعليمية أكاديمية، تقوية أكاديمية للمدارس في العطل. نعم موجودة باسم مركز الحوراء زينب عليها السلام مديرية التربية والتعليم. عريفة الصفحة في الفيسبوك. شفت أغلب الموجود في مركز الحوراء البوث الخاص بهم ألعاب مختلفة مختلفة من ناحية الأعمار، وبعضها تعليمية بعضها للترفيه. هنحكي عن الألعاب الموجودة بعد ما وضحنا احنا أقسام المركز. احنا نجي هسه نسولف على مشاركتنا الفعالة في هذا المهرجان. شاركنا بأكثر من بوث، فتحنا قسم مرسم وقسم مسابقات فكرية وحركية، قسم يعني أطفال فن الأوريغامي. فن الأوريغامي فن تشكيل، يعني مثلا عندنا فد أشياء يقصصوها أو ورق مقوى وبالصمغ يسوون من عنده أشكال. أحسنتي. عندنا أيضا أقسام كاملة مبيعات للألعاب والكتب والمفكرات والدفاتر، يعني والقصص للأطفال وللكبار. أيضا والأسعار، الأسعار طبعا خط عروض، أهم شيء العروض. أي طبعا إحنا عندنا عرض أنه اللي يشتري أكثر من قطعة الثالثة مجانا، أو يعني تخفيض بنص السعر إذا كانت أكثر من 10,000 وهكذا. شكرا جزيلا لكم، الله يحفظكم. ناخذ الست بعد البحرين أكيد. يا أهلا وسهلا، تفضلوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. علي السعي من البحرين. أهلا وسهلا، تشرف بك. مشارك في نعم مشارك في بيت التناتيش. يعني شنو التناتيش؟ والله بالعراقي ما أعرف شو يسمونها أنتون، يعني إليه اسم بس نسيته. شناشيل تقصد يعني البيوت؟ يعني من كل ألعاب دناديش إحنا نسوي. من كل قطر أغنية. إيه معناته كذي يعني؟ طيب شنو طبيعة؟ كل شيء لا يسمونه أنتون كل شيء وكلاش. كل شيء وكلاش. كل شيء وكلاش. أيوة. تلاتيش عندكم وإحنا عندنا. معناته أنتم عندكم كل شيء وكلاش. يعني أيوة. موجود كل شيء عندكم. نعم. خلينا يعني شنو كل شيء شنو موجود؟ يعني كل ما مستلزمات البيت من شغلات صغيرة، بس احنا ميزنا الاسم قديم، ولكن في الواقع هو المنتجات كلها ثمينة. خصصنا المكان بالمنتجات المتميزة، يعني على سبيل المثال آخر إنتاجي لنا سجادة تعليم صلاة ناطقة إلكترونية تعلم الطفل الصلاة من البداية إلى النهاية. خصصناها استخدم الصغير استخدم الكبير،
تشجع الطفل، حتى سوينا لها مجلة تعليمية، سوينا لها سماعة كبيرة طويلة تكون عشان الصوت. فهي الوحيدة الآن في العالم الإسلامي على المذهب الجعفري هذه. ما شاء الله، هاي السجادة موجودة عندكم؟ في طلب نشتريها منها أو أونلاين على صفحتكم؟ موجود لها شو اسمه ويب سايت على صفحتنا، بإمكان أي واحد يقدر يطلبها ونبعثها له من البحرين. بعد شنو عندكم في كثير يعني ما يخطرني الحين العدد. اي عندنا اكثر الشغلات، عندنا ادوات مطبخ مثلا، ادوات خاصه بالشخص نفسه، بس كل شيء مميز. يعني على سبيل المثال عندنا لمبه تشتغل بدون بطاريه، فقط تحطين فيها ماء وملح، يعني خصوصا انتم العراقيين تطفي الكهرباء عندكم كثير، بس ماء وملح تولع اللمبه. هذا يعني هاي اختراعات خاصه. اي نعم اي نعم اي نعم. في شغلات كثيره احنا قاعدين ننتجها خاصه ابن احنا. يعني اسعاركم تراعون اسعار العراق وارتفاع الدولار وغيرها؟ احنا الحمد لله دولار مستقر، لكن انتم تخفضون انه يعني باعتبار انه انتم هناك عملتكم اغلى من العراق. اكيد اكيد في فرق ترى واجد، يعني على فكره ترى العراق اسعارها اكثر من البحرين. والله أكثر من البحرين. يعني أمانة يعني أنا لما جيت أطبع بعض البنرات بعض المطبوعات لما جيت أطبعها هني مثلا $900 طبعتها في البحرين $150 فرق، واضطريت أطبعها وأجيبها وياي أصلا. يعني أنت راح نشتري منك بأسعار كل إيش مناسب؟ أسعار مخفضة فعلا ترى، يعني السعر خصوصا السجادة بما أنها منتج جديد وإحنا داعمينه. لحد الآن ما حددنا سعرها في العراق، لأن عندنا كذا شخص متكلم يانا عشان ياخذ وكالتها في العراق وهو يحدد السعر. راح يصير تعاون بيناتكم؟ طبعا طبعا، ونسعى ان يعني نوفق ان ندخلها قبل موسم الأربعين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا، ممنونه لكم، الله يحفظكم. اكيد مستمر وياكم، عندنا عائله، تفضلوا يانا من رخصتكم. اكيد وراها راح ناخذ اسلوب حياه صحيه، اسلوب حياه صحيه اليوم معني بالتغذية الصحية. لكن قبلها السلام عليكم ست، تعرف على السلام. أنا المحامي والناشطة الإنسانية أمل جاسم. يا أهلا وسهلا، شرفنا. سمعتي عن المهرجان وهذا بموسم الثاني، رأيك بالمهرجان بسرعة؟ أكيد أخذت جولة. والله إحنا نشكر هيك مهرجان كل جميلة ورائعة لإطلاق يعني مهارات الشباب، نشوف شيء متنوع شيء مختلف، كذلك هو ترفيه للعائلة العراقية بصورة أجمع. يعني شنو أكثر بوث عجبك؟ والله كله جميل، وخاصة إن الرسم على وجوه الأطفال اللي عندنا نشوف فرحة كلش حلوة. يعني سر شنو راح تشتري لأولادك؟ أنا حجيبهم إن شاء الله. هسه ما جاي هاي الجولة. أنا بمؤتمر كنت وجيت حتى أحضر هيك أشياء، لأن لازم إحنا نحفز الشباب، وحأجي إن شاء الله مرة له. إحنا هو مستمر المهرجان، راح يكون من اليوم السبت إلى 3/7 طول أيام العيد المبارك، الأهل والأقارب كلهم جيبوا إن شاء الله، كلهم حنجيبهم إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا، ممنونة ست، الله يحفظكم. أكيد مستمرين. ننتقل هسه وياكم إلى أسلوب حياة صحية. أهلا وسهلا، السلام عليكم. أنا مرحبا حضرتك أم أحمد. أسلوب حياة صحية نقتصر بالأكل الصحي. أنت صاحبة تجربة؟ أي أنا على نفسي اشتغلتها صراحة. يعني كان عندي القولون العصبي وعندي حساسية حنطة وعندي التهاب المفاصل، فكل شيء حاويته، وأنا كان عمري كلش صغير، فقمت اشتغلت على روحي. وزني 87 هسه أنا وزني 50، فاشتغلت على روحي صراحة. تعرفين من طبيب الطبيب دكتور الدكتور ما حد يعرف العلة مالتك. أخر شيء وصفوا لي طبيب بعمان، فلما رحت لبعمان وفحصني وسونر ونواظير، فقال لي انت ما عندك حساسيه حنطه، انت عندك القولون العصبي، بس بالعراق ما حد عرفني. فمن ذاك الوقت من 2015 لحد هسه انا اتبعت النظام الصحي، هو خالي من الجلوتين من السكر من الطحين الابيض من الزيوت المهدرجه. يعني هذا اختصيت به، فقلت خلي افيد نفسي وافيد العالم. قمت رحت تركيا، صار لي تقريبا 4 سنوات 3 سنوات اشتغلت هناك على الجاليه العراقيه صراحه، اسوي اكل ام احمد. ام احمد اسلوب حياه صحيه، ما شاء الله تبارك الله صار عندي اسم كلش حلو بسامسون. فهسه صار لي 4 أشهر رجعت قلت خلي افيد شعبي اكثر وبلدي اكثر العراق. فقمت اشتغل حساسيه حنطه، اطفال التوحد، السكر، الضغط، قولون عصبي، قولون تقرحي، يعني صار شغل اختصاصي، بس شلون نقول ورا الطبيب انا بس اسوي لهم الاكل الصحي. انت بالتعاون مع اطباء تغذيه؟ هم المرضى اللي يجوني يقولون الدكتور وصف لنا مثلا، انا اشتهرت صراحه بمنتجات اللوز،
وصف لنا خبز اللوز، وصف لنا منتجات اللوز، فاني ما شاء الله اختصيت بهن. فمن الطبيب يجون الوجبات اللي تقدميها ممكن معجنات، حلويات، خبز، خاصة اشتهرت بخبز اللوز. يعني يقولون عندش طريقة مميزة، احنا خبز اللوز ناخذه من بيجات بين هو يكون يابس ويتكسر. انا وصلت لهم يعني شلون اقول الابسط طريقة للخبز مالته العراقي اللي ناكله. زين، خاصة مثل ما ذكرتي اطفال التوحد ممنوع عليهم الاجبان والحليب، ويفضل حليب اللوز. او اشتغل اجبان، اجبان اللوز، اجبان الجازو، اجبان جوز الهند، يعني انا كنت اختص بها اجبان نباتية. عدا الاجبان ذيك لان هم شنو اطفال السكر واطفال التوحد يصير عندهم امعائهم كلش ضعيفة، يعانون الفطرية الضارة كلش تكون عندهم هواية، فيمنعون عنهم الحليب ليش؟ لان فيه مادة الجازين واللاكتوز. السكريات يوم اول نصف علاج التوحد هو الغذاء. لان السكر هي الفطريات او البكتيريا الضاره تعيش على السكر. هسه حتى مرضى السرطان اول ما يقطعوهم اسم الله يقول له اقطع السكر، لان كل الخلايا مالتهم هي كلية خلايا عايشه على السكر، فيقطعون عليهم السكر على مود يعيشون حياه صحيه. بس انت عندك خلينا نشوف البيج الخاص بها، اسلوب حياه صحيه موجود بهذا الاسم على فيسبوك و... لا انستغرام وتيك توك. وتيك توك والفيس. اها، وعندك اكيد عمل ايضا في تركيا. تركيا انا اشتغلت بتركيا تقريبا 4 سنوات. تمام. بالذات محافظه سامسون. اها، يعني ومو اكثر العراقيين هناك كله بسامسون. اي خلينا نشوف انت شلون الاسعار طبيعه الوجبات تقدميها. يعني صراحه المنتجات لا منتجات اللوز هي بطبيعتها غاليه. لان اصلا هو اللوز غالي، وشنو المواد اللي اخلط بها او ماده الربط هي اللي تكون غاليه وما متواجده بالعراق صراحه، نادر ما القاها. زين، اللي يدخلون الصفحه ويريدون منك استشاره او سؤال طبيعه الاكل تجاوبيهم؟ كلش اجاوبهم برحاب الصحن، برحاب الصدر العفو، لان حتى يقولوا لي العائله يقولوا لي ماما انت وين تعبانه وهالكانت تقومين تجاوبين، فما اخلي اي واحد يسالني اذا ما جاوب. شكرا جزيلا حبيبتي، موفقه. اكيد الله يسلمك. اكيد احبتي مستمرين وياكم في هذا المهرجان طفل العراق الدولي الثاني. احنا عيادة جلوبال طب الأسنان التخصصية بأقسامها، يعني عندنا قسم الحشوات، قسم التقويم، دكاترة متخصصين بالتخدير وبتخصصات أخرى. هدف المشاركة في المهرجان تعريف أكثر عن طب الأسنان، و يعني نوصل طب الأسنان للأطفال أكثر على مود إنه يبدون يعتنون بصحة أسنانهم من عمر أصغر، لأن هذا جدا مهم لصحة الأسنان. هواية يعني يتجنبون إذا اعتنوا بأسنانهم من عمر أصغر يتجنبون هواية مشاكل بالكبر اللي هسه أكثر يعانون. نعم، إحنا أكو ناس إذا تخوف الطفل ففي أبرة التخدير للأسنان. طبعاً يعني طبعاً. انت عندكم خاصيه التخدير الالكتروني، اشرح لنا اياها. عندنا خواص تخدير حديثه. الطفل هو اللي مسبب له عقده من طبيب الاسنان هي الابره وشعور الوخز المؤلم. عندنا احنا جهاز التخدير الالكتروني الاس تي اي بتقنيه التقطير، يعني ما يستخدم ابره، اللي هو يقطر على السن. اي نعم. اذا كان عنده خوف من ابره البنج فهذا الجهاز هو الحل الأمثل، يعني على مود يقدر الطبيب يعالج أسنانه بدون، وبالمستقبل يقوم يتعود على الطبيب. وإذا عنده خوف أصلاً فوبيا يعني أو حالات خاصة مثل حالات التوحد أو حالات أخرى، فعلاجه هو بالغاز الضاحك اللي يعني تقنية النايتروس اللي راح تخلي المريض نايم هو ده يعالج أسنانه فما يشعر بأي شيء، فممكن يعالج أسنانه بسهولة وبسرعة. هذه التقنية التقطير مفعلة استخدمتوها حاليا؟ موجودة موجودة، استخدمها كل يومية، صار فترة تقريبا يعني من سنة أو أكثر تقريبا احنا نستخدمها. هي هذه أول مرة عندكم لو موجودة بغير مراكز بالعراق؟ هي بالبداية احنا كانت بالبداية أول مرة، بعدين هسه انتشرت بعدة عيادات أخرى مو بس يعني. وين عنوانكم حتى المشاهد أيضا؟ عنواننا جادرية، شارع بنك المركزي مقابل مركز باربي. اريد تخفيضات الناس اللي تشوفنا، عروض تخفيضات ان شاء الله موجود. من اي واحد يشاهد من قناه الايام الى تخفيض 15% على اي علاج. احنا والناس رانجك تدللون. شكرا جزيلا. وهذه يعني التقنيه كلش مهم. خلني اسالك سؤال، الصراحه اني دائما افكر به، ماده الفلورايد الموجوده بكل معاجين الاسنان كل يقولون مضره، مع يعني تاثر ايضا على الدماغ على الاسنان كفعاليتها، فانت شو تقولون يعني كاختصاص؟ ماده الفلورايد تاثر على الطفل اللي باعمار
ما دون الثلاث سنوات تأثر على المعدة، مو على العقل ولا على اي، تأثر على المعدة. فأكو معاجين خاصة للأطفال اللي لو ما بيها مادة فلورايد، لو كمية قليلة من مادة الفلورايد بحيث ما تأثر على المعدة. أشكرك شكرا جزيلا، شكرا، موفقين، أكيد مستمرين وياكم وبتغطيتنا لمهرجان الطفل العراقي أكيد بالتعاون مع قناة شهاب الفضائية. أكيد راح نتكلم مع قناة شهاب ونتمنى أنه نعرف أكثر عن هالتفاصيل. مهرجان يعني كل سنة عام عن عام زيد أشياء. في العام الماضي يعني كانت بوثات معينة يمكن شفناها، اليوم تغيرت بعضها، انضافت أشياء جديدة، فهذا الشيء يعني حسسنا بتطور القناة لمواكبة التطور الحاصل في جميع الفئات يعني والمستويات. نشوف أيضا المدارس الموجودة، مثلا مدرسة البهلول البريطانية الدولية اللي هي لها فرع هنا في العراق، وهذه المدرسة مختصة بالتدريس المتطور الإلكتروني المتطور. فهذا الشيء يعني، وهنا يعرضون يمكن عروض معينة، يعرضون بأشياء يمكن إضافات معينة، ينطون أيضا ريفيو عن تقديم الخدمات. فأكيد راح نتكلم مع أحد من يمهم. تفضل ويانا يعني أستاذ، السلام عليكم، من مدرسة البهلول البريطانية الدولية، تعرف على سلام، how are you؟ I'm fine. How are you? إن شاء الله good. أي مي good. أتي راح translation. أي أوكي. راح أسأله عن شو يقدمون من خدمات في هذه المدرسة أو تعريف البداية للمدرسة. She's asking you about the school and what do we present in our school and the way we teach. Okay. At Baloo British International School, we are a family school. We're looking after the students with love, with care. It starts with to have this passion for education. The most important part is to really, really have the children to love education. احنا مدرستنا احنا مدرسة عائلة، فنحب نراعي الطلاب بالحب والحنان، ونحتضنهم للدراسة، يكون لهم شغف في الدراسة ويحبون التعليم، ونحب نطمح لهم انه يكون لهم رغبة بالتعلم مو يرفضوا. شنو الاختلاف هذه المدرسة عن المدارس الاخرى؟ هل منهجها يختلف عن المناهج يعني او طريقة التدريس في العراق؟ شنو المميز حتى الناس تجي لهذه المدرسة؟ She's asking what makes our school special and what's different from curriculum-wise and the academic side. Okay. At Baloo British International School, we're looking at few things. The emotional side of the students, and we're looking at the academic side. I believe there needs to be a balance. If there's a balance, the students will really love education. What makes us different? We are looking at the students as individual. You're looking, making sure that every single student will be on an academical level. The most important part is English. As you know, it's English. Our curriculum is a full English. Our teachers is internationally, so it's only English. And we will start with FS1 going up to year 9 next year. We're really looking at a foundation from FS1 to make sure the English foundation is laid correctly. When we're starting with the Cambridge curriculum with examinations, we need to know that they're going to write the examination with this passion, and they will understand every single word they will write. I just want to add as well with the UK with LEMS that is helping us and literally American being involved. Accident or British? Yeah, so we are British with the Cambridge curriculum, so we're making sure with the LEMS that is with us that our academics is on par with the UK. So we are taking hands with the UK and in Iraq to make sure academics were on par with every single thing that we're doing academics. So all subjects is in English except Arabic and Islamic, that is Iraqi curriculum.
في مدارس البهلول البريطانية الدولية أكثر شيء نطمح إلى أن نحقق التوازن من الناحية العاطفية ومن الناحية التعليمية. إذا حققنا التوازن راح نخلي الطالب يطمح أنه يكون مستواه أعلى من الناحية التعليمية ونحافظ وثانيا ننتقل أهم جانب اللي هو جانب اللغة الإنجليزية يعني أن يكونون على مستوى عالي. واللي ميزنا مدرستنا أنه إحنا ننظر لكل طالب كإنديفيجوال يعني ككل شخص ننظر لكل طالب ننطي اهتمام يكون إلى وحدة حتى نضمن أن يكون مستوى تعليمي ضمن مستوى مدرستنا حتى يكون قادر على أنه توصل الأفكار اللي إحنا ندرسها بالمدرسة لأنه كون المنهج كله يكون تابع باللغة الإنجليزية فهالشي راح يساعدهم حتى يحققون اللي يطمحوا له. اللي تختلف كيفية هذا الكلام الطريقة هل هو تعليم إلكتروني أم تعليم مسرحي طريقتهم تختلف. أنا سمعت مثلا دراسة المدرسة اليابانية إنه يدرسون كل المواد في المدرسة ويكون نهاية الأسبوع ينزلون وياهم كتبهم الخاصة بحيث يروح يدرسون فقط في المدرسة وقت المدرسة يكون للأربعة. هذا يختلف عنا في العراق. أنتوا كيفيتكم شلون؟ She's asking about how you're achieving that because she's heard that the Japanese school that they go to school from 7 till 4 and they take their books with them and they study at school only. Our school is the same or it's different because it's different from the Iraqi way that we do it. Okay, with us the most important part is we try to do everything at school. Okay, we've got extra classes that we're doing English. We are going at this stage where we're doing extra things with the students. We just enrolled, we were busy with examinations with the UK, with Teen Eagle. So at the end of this next month, we have, we've got almost 40 students that's going to the UK that have won a first language English test. So our students is going to UK end of next month to take part in the UK. And so after our hard work with extra classes, extra things that we put in every single day, because the teachers love education, and that's the most important part. If they love the education, you're literally sitting with a class in front of you that wants to stay at school. They want to learn. They take this, and they feel the love from the teacher side. And that is how we're doing things differently. Because end of the day, we're taking every single student in consideration to make sure that we look at every single point emotionally and academically to make sure that we touch them by the education part to make sure English is 100% correct and that we put extra time in with every single student. So we're not just stopping at, say, go home, do this. We're sitting at school, helping them put extra work in and handwriting, reading, you know, starting with phonics, going back. So the foundation needs to be laid, and we always go back to the foundation. If the foundation is laid, it's 100% correct. You started with what? اتكلم هواية من ضمن الكلام يقول احنا نصنع بحب البداية الاساس هو حب للغة وجادة اللغة من بعد ذلك راح نصنع الطريقة وراح يدرسون كل المواد راح يدرسوها بالمدرسة أنا هذا الفهم. بالبداية قال احنا الطريقة اللي نعتمدها مو فقط بالمدرسة، احنا بالمدرسة راح نعطيهم دروس إضافية، هذه الاكسترا كلاسز، راح نضمن أنه الطلاب راح نرجع لهم للأساس، هذه الأساس راح نعلمهم أنه كيفية أنه يكون أساسهم قوي بعدهم راح يستمرون. عندنا حاليا طلابنا تقريبا حوالي 14 طالب راح يسافرون للولايات المتحدة البريطانية، هناك عندنا مسابقة إنجليزية بريطانية كلهم راح ينتقلون هناك. راح يكون أول امتحان لنا هناك فهذه راح تكون حافز للطلاب حتى يستمرون. وكذلك قال أنه إحنا الطريقة اللي تميزنا وأكثر شيء يتميز أساتذتنا أنه يحبون التعليم، أساتذتنا يحبون التعليم لأنه إذا أساتذتنا يحبون التعليم الطلاب راح يحبون يتعلموا، راح يكون لهم شغف بالتعليم وهذا العامل الأساسي لحبهم للمدرسة. يخلق علاقة بين الطالب والتيتشر، بين التيتشر. خلينا نشوف إذا يحب يضيف فكرة معينة خاصة عن المدرسة. Your final words or your final idea of the school?
At this stage, we are starting with a summer school just announced this week. So some of our students will go to the UK for summer school. And we're starting with a program that we want to exchange between the UK. Everybody can, at Balul, okay, students from Balul School, so they can come to the school, they can enroll with us at Balul British International School. One of our, when they enrolled with us, our school, we start with the process, then we send them to the UK. There's a process that we will fill in, get everything ready for them. So then students can go from Iraq, going to the UK for summer school, 2 weeks. And then we've got a program as well that we can start to exchange students from Iraq to go to the UK for a full year to go and learn in the UK. How about the money and the offers? The money. Remember, if you're looking at certain things, it's a very crucial thing, because end of the day, it's about summer school, it's about flights and all of. But I can promise you one thing, it's going to be amazing. And what the students can get out of this program, and when they're starting to really go and to see and to travel, it can be amazing. And there's a full program for them every single day, so the English is going to be, they're going to start to pick up. So I am amazing. So thank you. اي المدرسه الصيفيه، احنا المدرسه الصيفيه راح نبلش فيها هذه السنه، وراح تكون بالولايات المتحده البريطانيه. راح نبعث الطلاب هناك، وبعدها من يرجعوا راح نبلش بهذا الشهر عندنا برنامج راح يكون كمدرسه صيفيه يستمرون بها الطلاب. وكذلك اهم شيء انه يكون عندهم، راح نعمل على برنامج تبادل الطلاب لمده سنه كامله، مو فقط لاسبوعين لمجرد بس الامتحان اللي راح يروحوا له هذا الشهر، لا سنه كامله يروحون البريطانية هناك يدرسون ويرجعون المدرسة. Thank you so much. Thank you. You can follow on Facebook and all Twitter and Instagram, everywhere. إن شاء الله. شكراً جزيلاً. أكيد يقول راح تبدي من هذا الشهر السمر سكول. أكيد يلا تفضل عمو. خليناك تنتظر هواية بس عذرنا لأنه مهم جداً. شو رأيك المدرسة الصيفية للأطفال؟ يعني خلال العطلة عندهم مدرسة تعلمهم لغة أو مهارة معينة. أنا الحقيقة مبدئيا أشكر قناتكم الموقرة على هذا اللقاء. إحنا الجمعية العراقية للتوحد، أول جمعية متخصصة مجال اضطراب التوحد واضطرابات النطق. الحقيقة اضطراب التوحد هو اضطراب نمائي معقد ثالث إعاقة تطورية تصيب الجهة اليسرى من الدماغ، تسبب عدم تواصل الطفل ويا ذويه ومجتمع بنواحي متعددة، من عندها التواصل اللفظي والتواصل الغير لفظي. احنا حقيقه نرعى العديد من المراكز هسه بالعطله الصيفيه اكو دورات او شيء. انا سأتحدث بس اول احب ان اوضح ان اضطراب التوحد ونسبه الاصابه حاليا البحوث تشير انه كل 88 حاله ولاده اكو حاله واحده اوتيزم، واكو بحوث احدث يعني تشير الى اكثر من هذا بكثير. احنا بالنسبه لنا حقيقه كجمعيه نرعى مراكز، من ضمنها مركز تخصصي رعايه اضطراب التوحد الموجود ببغداد في ساحه قحطان ومراكز بالمحافظات بتقديم البرامج. الحقيقه احنا مبدئيا اول خطوه نقوم بها هي دراسه الحاله وليس التشخيص، لان اكو تشخيص طبي واكو دراسه حاله. احنا بالنسبه لنا كجمعيه نقدم المقاييس، مقياس كارز، مقياس دي اس ام، مقياس تاهيل الحياتي، تقييم علاج النطق المن الى الشخص اللي عنده الحاله هاي دراسه الحاله، لانه الحقيقه التشخيص الطبي هو تشخيص قائم بحد ذاته، لكن احنا تشخيصنا هو سلوكي معرفي. نصف العلاج هو السلوك والتغذيه. نعم، احنا بالنسبه لنا ابرز برامجنا هو اي بي اي، وهو برامج يمكن يستخدم بالحياه العامه، يستخدم المعززات الايجابيه والمعززات السلبيه، لكن تبقى عندنا مشكله شلون اختيار المعزز وشلون ما يصل الى حد الاشباع وشلون نستخدمه. رسالتنا هو ولي الامر هو انه افضل معلم. لذلك هناك عندنا دورات مجانيه حقيقه لاولياء الامور مجال التوحد ومجال اضطرابات النطق. احنا بالنسبه لنا نشعر انه هؤلاء الاطفال من حقهم ان يندمجون من المجتمع، من حقهم ان يتعلمون. الحقيقه احنا لا عطله ولا سمر سكول، وانما البرامج هي مستمره على طوال السنه، وبالعكس نستغل العطله الصيفيه الى بعض الطلاب اللي هم مبتعدين عن هذا الجانب، او بعضهم اهلهم يشعرون ما عنده فد مجال كافي للوصول لهذه المراكز، فيدخل بالعطله الصيفيه فتره معينه في سبيل الحد الادنى هو اعطائه الفتره اللازمه بايصال الرساله بان يكون هو معلم الى ابنه، لانه كنا مراسل. خلينا نعطي امل للعوائل في حالات وصلت للشفاء. الحقيقه يعني انا بالنسبه لي مشتغل بهالمجال اكثر من 15 سنه،
ومتداخل ويا مراكز التوحد. عندنا قصص نجاح يعني تربو على أكثر من 300 حالة حقيقة حاليا موجودين من المدارس الاعتيادية وقسم بالروضات. يبقى السلوك وياهم يختلف. وما زال لحد الآن كل سنة يعني من مركز تخصص رعاية التوحد اللي احنا بدنا نرعاه حاليا بحدود من 20 إلى 25 طالب يتأهلون إلى المدارس، لكن أنه طبعا تبقى أنه لازم البرامج مستمرة، وبيبقى أيضا هماتنا لا نتوقع بأنه الطفل المصاب باضطراب التوحد أن راح يكون 100% هو كشخص اعتيادي، لا، بس لكن يمكن أن يعني يندمج بالمجتمع، ويمكن أنه فعلا أن يكون عنصر صالح ببناء المجتمع. يمارس حياته بشكل طبيعي. هو حقيقة التوحد هو طيف، وما دام طيف فهو متداخل وهو درجات، لذلك احنا تقييم الحالة هو يعتبر تقييم آني. وكل فترة احنا بالنسبة لنا بالبرامج التأهيلية اللي نعطيها للمراكز اللي نشرف عليها، الحقيقة الخطة العلاجية هي لمدة 3 أشهر، وهي خاضعة للتقييم، وبها خطة فردية وبها خطة جماعية بالعمل. فيوميا الخطة الفردية خلال تواصل الأهل تتغير الخطة الفردية. أنا أشكرك، شكرا أستاذ، وموفق جهودكم، شكرا جزيلا. فعلا مثل ما ذكر الأستاذ أنه مرض التوحد خطر وتزيد الحالات. شكرا لك، ممنونة جدا، أكيد مستمرين وياكم. وهو أوصي أولياء الأمور دائما بأنه إذا شاف ابنه عنده فد علامات معينة وسلوكيات لا يتردد ولا يفكر ما يفكر به الآخرين، بل يروح المراكز المتخصصة الحد الأدنى دراسة الحالة. أكيد هذه دعوة للكل. شكرا جزيلا. الله يحفظك. فارس مهدي كمال الدين، عضو مجلس استشاري حقوق الإنسان، رئيس جمعية العراقية للتوحد. شكرا، ممنونة لكم. الله يخليك. أكيد مثل ما ذكر الأستاذ لازم نراقب أطفالنا وسلوكهم من عمر السنة فما فوق. إن ظهر عليهم أعراض هذا المرض، مراكز كل شوية مثل هذا المركز الموجود هنا، دعوة لكم لمهرجان طفل راح يستمر من اليوم إلى 3/7. تعالوا واسألوا مختصين باستشارة مجانية بالتأكيد لأطفالكم. شوف عوائلنا الكريمة اللي بدأت توافد. رجعنا وياكم أحبتي ومستمرين بجولتنا في مهرجان الطفل العراقي الدولي بنسخته الثانية مع مركز أبجد هوس. أهلا وسهلا بك، عرفنا عن حالك. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم مصطفى سعدي، مدير مركز أبجد هوز للألعاب الفكرية والتعليمية. حلو، أنت وباديها من أبجد هوز، احكي لي التفاصيل الخاصة بالمركز، معني بشنو وشنو التفاصيل؟ بما أنه ذكرت الاسم، احنا الاسم اختارنا لسبب أنه احنا حبينا يكون أول براند بالألعاب الفكرية يكون الاسم بي عربي يوحي بالثقافة العربية مالتنا بيهن. أبجد هوز هي الفكرة باختصار أن احنا نحاول نوفر وسائل تقلل من ضغط الموبايل والآيباد. احنا اليوم في عصر صار عصر التكنولوجيا هو الشيء الشائع عندنا، يعني اليوم الطفل عندنا بالعراق ينولد يعرف ينزل أبليكيشن، فهذا الشيء له آثار سيئة على الصحة النفسية للطفل. لذلك أخذنا على عاتقنا اليوم، كنا قبل بالجامعة نقول بدل أن تلعن الظلام اشعل شمعة، فبلشت الفكرة من الجامعة أنه إحنا نحاول نوفر وسائل بديلة. هاي الوسائل هي ألعاب عالمية من ضمنها البورد جيمز، ألعاب ممكن تكون للأطفال، ألعاب عائلية توفر المتعة اللي ينتظرها الطفل من أبوه، وبنفس الوقت توفر الفائدة اللي ينتظرها الآباء من الأبناء. زين، خلينا نشوف التفاصيل اللي قلت. ألعاب خاصة بالتنمية الفكرية مثل إيش؟ يعني اكو عندنا مثلا العاب سرعه وتركيز، اكو عندنا العاب تشتغل على الذاكره تقوي الذاكره، اكو عندنا العاب تخطيط، اكو العاب جماعيه تعزز الروح الجماعيه. يعني مثلا احنا اليوم ما عندنا العاب تجمع الاسره، اكو العاب تلعب ويا اعمار فئات عمريه مختلفه، ممكن الكبار يلعبون بها ويا الاصغار، تعيد الاجواء الحميميه اللي كانت تعيشها الاسره قبل. اليوم احنا نجتمع لكن كل واحد بيده تليفونه، ما حد يباوع بالثاني. احنا نريد من الشاشات نرجع وين؟ الى العلاقات الاسريه الطيبه. وظيفه هاي الالعاب تجمعهم. اكو العاب مثلا ممكن الشخص انه هو يلعبها وحده، تلعب على التخطيط. فالهدف انه احنا نميز بين الالعاب الفكريه والالعاب التعليميه. الالعاب التعليميه هي الالعاب اللي تشتغل على العقل الواعي مباشره، يعني مثلا العاب الرياضيات، العاب اللغه العربيه، العاب الانجليزي، هاي مهارات واعيه اللي احنا نتعلمها بالمدرسه. لكن اكو العاب فكريه هي تشتغل على مهارات العقل نفسه، فهي تعلم الطفل بطريقة لا واعية، هو يلعب لعبة اعتيادية لكن أكو عضلة بالدماغ، أكو مهارة بالدماغ هي يصير مثل التمرين. مثل ما تعرف الأطفال في ملل مستمر من الألعاب، جيب لها الألعاب أو ما تشبع من الألعاب. أنت شلون دائما تطورون بكل ما هو جديد يجذب؟
جيد. أول شيء أنه إحنا على مواكبة مستمرة ويا الشيء ينزل على مستوى العالم، يعني مثلا ألعاب البورد جيمز اللي هي أغلبها اختصاصها شبابي، فإحنا نشوف شنو اللي ينزل جديد على مستوى العالم وحاول نوفره هنا. هذا الشيء يتطلب من عندنا أنه إحنا نكون نخلق لها جو، نخلق لها ثقافة خاصة بها، نخلق مجتمع مهيئ لهاي الألعاب. إحنا يوم اللي بلشنا ما كان الأرضية جاهزة الحقيقة، يعني فكرة ألعاب ذكاء ما كانت متعارفة، أخذنا على عاتقنا على أنه إحنا هاي رسالة، أنه أنا مثلا من تجي عائلة اليوم أنا كنت أفهمها شنو يعني عندنا ألعاب ذكاء، وبنفس الوقت شنو الشيء المناسب إلها. يعني اللي أعرفه أكو ألعاب يعني تبدي من عمر الطفل شهر واحد، أن تشوفه الصور اللي هي أسود وبيض حتى يتعرف على الأشكال بعدين الألوان من هذا العمر بعد. صح. إحنا بالنسبة لنا بالمركز عندنا الألعاب تبدأ من 6 أشهر. هاي اللي تفضلتوا بيها اكو تيجي مثل ما تفضلتي، اكو تيجي صور، واكو حتى صار بالجديد يسوون نمط قصص، قصص تصير بالاسود والابيض لانه الطفل بهذا العمر ما عنده تمايز بين الالوان، فيشوف يحتاج الصور اللي بيها تمايز عالي بين الالوان، تباين عالي. اكو خصم القناة الايام دا يجون عن طريقنا يدلونون شنو مكان مكانهم يلعبون ببلاش. لا اريد شويه دارينا بالاسعار. خدمتكم، اهلا وسهلا. هذا يلا حصري من يجي من الايام مركز أبجد هوز، سواء هناية أو وين مكانكم بالنجف موجودين، أي وعدنا صفحة الفيسبوك والإنستغرام، وعدنا توصيل معرض أبجد هوز للألعاب الفكرية والتعليمية، فيسبوك إنستغرام وقناة يوتيوب. اللي يراسلهم يقول من طرف قناة الأيام أكيد لكم خصم. تدللون أستاذ الله يحفظكم ووفقكم. أكيد مشاهدينا تكلمنا في المهرجان معظم الأشياء اللي ما تحن الوقت إن نضيفها، مثلا بحجابي أجمل، مجموعة فتيات فيها أنواع من الحجاب، المعاصم، جنط الخاصة بالبنات، بموديلات مواكبة للعصر وأشياء جميلة. بغيرها مثلا في منحل خلية العسل أيضا موجود بمختلف أنواع العسل الخاصة مختلف الأمراض، أيضا في أيضا تلسكوب وتصوير الإلكتروني، غيرها هواي أقسام، وأيضا الرسم في طاولات في بين بوث، ويمكن في كل جناح طاولات لرسم الأطفال حتى يرسمون يعطوهم أوراق خاصة برسم. هذه كلها موجودة هنا في هذا المهرجان، مهرجان الطفل العراقي الدولي بنسخته الثانية اللي يستمر من اليوم إن شاء الله إلى 3/7 من الساعة 10 الصبح إلى الليل تقريبا للعشرة بالليل تقريبا. فهو هاي دعوة لكم للمشاركة، وأيضا موجود مسرح خف أنسى، وأيضا موجودة ألعاب الدمى اللي هي لابسيها وده يفترون، فهذه تسوي تفاعل وحب للأطفال. أيضا هاي دعوة لكم، خلينا نغير هذا العام نروح بمنتزهات وغيرها، خلينا شوية نغير ونواكب التطور ونحرك الأفكار عند الأطفال ونثقفهم فكريا. ختاما تقبلوا أني تحياتي بالإعداد والتقديم نور العلي، وأكيد بالإخراج حيدر. شكرا جزيلا حسن المتابعة، وإلى اللقاء.